فكره الجرافيتي دي نشات عن طريق واحد زميلنا هنا في القهوه وهم بيرسموا، قال لهم انتوا عمالين ترسموا صور قديمه، فاحنا عايزين نرسم حاجه تشد الناس وحاجه احنا بنحبها. فعرض عليهم ان احنا نرسم محمد صلاح. ومن ساعه ما الصوره اتعملت وهي عملت اقبال جامد للناس، والناس بقت تيجي تتصور عليها واتشهرت بره وعملت شو اعلامي جامد قوي. الماتش الاول بتاع ليفربول وروما في الانفيلد اللي هو استاد ليفربول هيبقى ماتش رايق ان شاء الله يعني، وتوقعاتي لمحمد صلاح هيعمل انجاز تاريخي. هي المشكله ان محمد صلاح كان بيلعب في نادي روما في الاول وبعد كده هيلعب في نادي ليفربول، فطبعا لازم يدي حق نادي ليفربول مستواه المعروف طبعا، ده نادي وده نادي طبعا، في حق التنقلات والكوره والكلام ده كله. بالنسبه لنادي ليفربول هيلعب انجاز تاريخي لانه عايز يحقق انجازات ويضرب رقم اين راش. Actually, it's not the first time that Mohamed Salah plays against his ex-team. When he was in Roma, he played against Chelsea, which was his previous team. And he showed great effort and he scored. But he also showed respect for not celebrating for his goals. He's used to it and I guess that he will make an amazing match as his usual playing. And I really think that he will score some goals or just be the reason of scoring goals. I hope Liverpool wins. محمد صلاح في ماتش ليفربول هو أو روما المدرب بإذن الله مش هيطلعه وهنكسب بإذن الله. والله قصه فانوس محمد صلاح هي جايه طبعا من المباريات اللي قدمها الفتره اللي فاتت، المباريات الجميله وحبنا لمحمد صلاح والنجاح اللي حققه في الكام سنه اللي فاتوا دولت. فالسنه دي الطفل والكبير عايز فانوس لمحمد صلاح، فبقى رمزي من الاخر، انا شايفه بقى رمزي للبلد كلها في نجاحاته والطموحات اللي هو يعني ان شاء الله ربنا يوفقه. وطبعا حقق نسبه مبيعات، وفي نفس الوقت احنا فرحانين بيه حتى لو مش هنكسب في الفانوس لمحمد صلاح، والله احنا بنحب نهادي اي حبيب واي حد يمكن فانوس محمد صلاح، يعني مش قصه مكسب اكتر ما قصه ان احنا حابين نجاح البلد في اي حاجه البلد تنجح فيها احنا مبسوطين بيه، واحنا ندعم محمد صلاح بقلوبنا كلنا.